السلام عليكم غزالات، السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايره مع الصحه؟ كلشي بخير. اليوم البنات بغيت ندير معكم واحد الماسك البشره الجافه. البنات بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره الجافه سيرتو مع البرد، البشره ديالها تتزيد تنشف. هذاك الشيء علاش انا غندير معكم واحد الماسك اللي كنقول لكم ديما بمواد طبيعيه موجوده عندنا في ديورنا، ما تحتاجيش كاع تمشي تشريها البنات. وداك الشيء علاش دابا غنوريكم واحد الماسك ساهل ماهل، كتيقولوا ساهل ماهل. و الشعار ديالنا البنات ما نعكزوش ما نعكزوش ما نعكزوش. تنتمنى منكم عاوتاني ديروا هذا الماسك، وهذا الماسك كي قلت لكم البنات ساهل. وان شاء الله دابا غنوريكم المكونات وغنوريكم الطريقه ونتوكلوا على الله. البنات عندنا المكون الاول البنات هو النشا مايزينا، مكون ثاني دقيق لا فارين، غير البيضه غير كي تنقولوا حنا في المغرب فورس لا فارين. عندنا ما ورد وعندنا الحليب، هاد اربعه المكونات كي قلت لكم واحد الماسك بالنسبه للبشره الجافه البنات، ماشي المختلطه وماشي الدهنيه. بالنسبه لي انا مختلطه ندير هذا الماسك ولكن بطريقه اخرى، ولكن نتوما بالنسبه للبنات اللي عندهم البشره الجافه غنوريكم الطريقه كي ديروا لي. وهذا الماسك البنات تقدروا ديروه يوميا، كي تنقول لكم ديما البنات المقادير ديروا غير قلال باش ما تضيعوش هذاك الشيء اللي بقاو تلوحوه. هادو غنوريكم مقادير باش ديروه يوميا، ملي تشوفي البشره ديالك تحسنات تحبسي، ولا ديريه نهار اه ونهار لا، ولا ديريه 3 ايام في السيمانه على حساب البشره ديالك، واش زعما جافه بزاف ولا مويان، ولا على حساب البشره ديالك انت. احنا دابا تنعرفوا البشره ديالنا كي دايره، ولا الحساسه حتى هي مزيان لهاد الماسك. هذاك الشيء علاش البنات كي قلت لكم تقدروا ديروه يوميا، تقدروا ديروه نهار اه نهار لا، نتوما تختاروا على حساب البشره ديال وجهكم. ودابا والمكون الخامس هو الزيت. مي الزيت البنات انا نعطيكم الاختيار بالنسبه للبشره الجافه، اما البنات ديروا زيت لافوكا تزيدي معلقه على هاد المكونات، اما تزيدي زيت الزيتون حتى هو معلقه على هاد المكونات اللي عندك فيهم بجوج. انا ديجا انا خديت معلقه ديال زيت العود، مي الا ما عندك زيت العود ديري زيت لافوكا، حيت زيت لافوكا تيغذي البشره الجافه. كاع البنات اللي عندهم بشره جافه ما عليكم غير بالزيت ديال لافوكا، ولا ما كاش عندكم زيت ديروا لي ماسك ديال لافوكا، راه جد فعاله البنات للوجه. كي قلت لكم انا تنتبع واحد الدكتور عندنا بزاف تبارك الله الدكاتره في المغرب اللي تبارك الله واصلين بالعلم ديالهم، وانا ما تنجيش وندير لكم اي وصفات، تنبحث ونقلب هادشي ما جيباش من عندي. راه عندنا كي قلت لكم بزاف دكاتره، عندنا دكاتره العشوب، عندنا بزاف بزاف التجميل. بنات الا ما بنادم الا ما عرفش يقلب ماشي عيب، كي تنقلب انا تنسمع هذا ونسمع هذا ونسمع هذا، وتنجيب لكم ديما وصفات اللي ما موجودينش، اللي تقدري واخا تقلبي في اليوتيوب ما تبانش لك بزاف، تقدري تستعملها في الدار حيت فيها عندك مواد. كي تنقول لكم ديما زعما في استطاعات الجامعه البنات باش ما تعكزوش، والشعار ديالنا ما تعكزوش البنات. ودابا نتوكلوا على الله ونبداو الطريقه ديال هذا الماسك. كي قلت لكم البنات انا ديجا درت معلقه زيت العود، دابا غناخذ معلقه ديال المايزينا، معلقه ديال الدقيق لافارين، ومعلقه ديال مورد. هذا الماسك البنات تقدروا ديروا ليديكم، تقدروا ديروا لوجهكم، وتقدروا ديروا حتى لعنكم، مي ما ديروش حتى حدا عينكم، نتوما عارفين لان منطقه جد حساسه، اذا ما توشيش حدا عينكم، ديروا وجهكم ويديكم وعنكم. ونزيدوا معلقه ديال الحليب، ولا البنات، وتخلطوا مزيان هاد المكونات مع هاد. كي قلت لكم اما ديري معلقه ديال زيت العود،
اما ديري معلقه ديال زيت لافوكا تخلطوا مزيان البنات. انا نقرب لكم الكاميرا شفتوا وما يكونش ليكيد بزاف وما يكونش ثقيل بزاف موينه البنات ولكن خصو شويه الصبر هذا الماسك البنات لان انا غنوريكم كي غديروا ليه ها نتوما ريحته زوينه مع ما ورده البنات شفتوا هاو شو البنات شي معقد ما خفيف وتغسلوا وجهكم البنات بالغسول اللي تغسلوا به وجهكم ولا بالصابون شو واش تديروا كي قلت لكم كاينه واحد الطريقه لهذا الماسك باش تعطي النتيجه دغيا ها نتوما البنات غديروا الماسك تكون كي قلت لكم على بشره نظيفه ها هو البنات باش نقرب لكم الكاميرا شويه ها نتوما ها هو البنات غديروا تخلي واحد 10 دقائق تيكرم وتعاود ديروا عاوتاني المره الثانيه وتخليه تيكرم واحد 10 دقائق وديروه المره الثالثه سمعتونا البنات هاد الطريقه جد جد فعاله والله العظيم غديروا المره الاولى تخليه يكرم ديروا مره ثانيه تخليه يكرم وديروا مره ثالثه تخليه يكرم وهذا الماسك من الاحسن البنات ديروه وانتم ما تخرجوش من بعد حيت نوريكم اش غديروا من بعد هذا الماسك كي قلت لكم غتخليه يكرم وغتغسلوا وجهكم وديروا ما ورد البنات اللي عندها بشره جافه ولا مختلطه ولا دهنيه ما ورد يكون في الثلاجه ديما البنات قرعه ما ورد ديروها في الثلاجه في ما ديري شي ماسك ولا في الليل قبل ما تنعسي ديري الكريم ديال لو سوار ديروا البنات كي قلت لكم الماسك تغسلوا وجهكم تنشفوا وجهكم وديروا ما ورد خليوه تيشرب هادشي قلت لكم انا من الاحسن ديروها في الليل لا ما كنتوش خارجين ولا بالنهار عارفه راسك من بعد ما تخرجيش ومي ديري ما ورد وتخليه ينشف تاخدي اما الزيت كي قلت لكم زيت العود ولا زيت لافوكا وتمصيو به وجهكم قبل ما تنعسوا البنات لان جد جد فعال البشره الجافه انا تنهضر البنات على البشره الجافه وديريه وان شاء الله كي قلت لكم تتبان النتيجه ولكن خاصكم البنات ما تعكزوش وديروه كي قلت لكم مكونات سهله مهله طبيعيه كاينين ما شاء الله راه كاع الناس عندهم هادشي في ديوهم واخا ما كانش عندك شي مكون من هذا راه غتشري وتجيبيه اذا البنات ما تعكزوش كي تنقول لكم ديما خاصكم الوصفات تبعوا ماشي ديري مره ولا جوج وتحبسي تبعوا البنات الوصفات راه كاع تنعكزوا ولكن خلاوها نتحركوا شويه سيختو دابا ملي غيبدا يدخل يبدا الحل لي زيان غتحسوا بالفرق ان البشره ديالكم غتزيد تنشف حيت ما غديتوهاش في الوقت مي كان البرد هذاك الشيء علاش البنات غديروها وغتصيفطوا ليا لي كومونتير ديالكم وتقولوا لي هدهد راه فعلا جد فعاله وشكرا البنات على الدعم ديالكم وتنشكر البنات اللي دابا دخلوا عندي في القناه ديالي وتابوناو عندي تنشكركم بزاف البنات وتنتمنى نكون عند حسن الظن ديالكم وكنقول لكم ديما اللي بغات شي حاجه مرحبا وانا درت لكم هذا الماسك اللي ساهل ماهل البشره الجافه وان شاء الله كاينين فيديوهات وحدين اخرين ووصفات وحدين اخرين وتنتمنى منكم دعموني ولي لايك ديالكم لي كومونتير ديالكم وشكرا من البنات ومع فيديو جديد مع هدهده.